عاجل جدا، اجتماع اثيوبي عسكري ردا على التحركات المصريه، ننشر لحضراتكم التفاصيل وبيان عاجل من الرئيس السيسي يتحدث عن تحرير سيناء من الكيان الصهيوني وعلاقته بسد النهضه، بيان ناري مصري حظر التجول في هذه المناطق، ننشر لحضراتكم التفاصيل وعاجل اول تعليق من الرئيس السيسي على حريق مستشفى العزله، ووردنا منذ قليل الشروط والحالات التي يمكن للشخص الافطار بسببها من دار الافتاء، وهام تفاصيل وفاة اكبر منفذ اعدام في مصر، ننشر ايضا لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. كل عام وانتم بالف خير، رمضان كريم عليكم، وصلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدا في تفاصيل الاخبار، اشترك في القناه من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدا في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني يفجر التعليقات بكلمه تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين طبعا. نقول بسم الله ونبدا مع بعض في تفاصيل اول خبر عاجل جدا، اجتماع اثيوبي عسكري ردا على تحركات مصر. رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد طلع واتهم جهات خارجيه، يعني بين قوسين كده مصر والسودان، وطبعا هو ما قالش مصر والسودان، يعني ما وضحش هو بيتكلم عن مين بالظبط، وده طبعا اتهمهم باحداث الفوضى وزعزعه الاستقرار في البلاد التي تشهد ازمات داخليه واخرى اقليميه، يعني بجانب اثيوبيا دوليا. تصريحات ابي احمد في بيان صادر عن رئاسه الحكومه الاثيوبيه بعد اجتماع لمجلس الامن القومي. المجلس الامن القومي ده يتكون يعني من وزير الدفاع الاثيوبي ووزير الداخليه والمسؤولين العسكريين والامنيين في اثيوبيا، فده معنى مجلس الامن القومي. قال البيان ان الاجتماع ناقش القضايا الداخليه والاقليميه، وقال ابي احمد ان في جهات تعمل على اغراق البلاد في فوضى، لكنه اشار الى انه رغم المؤامرات والضغوط التي تمارس على اثيوبيا، ستقوم اثيوبيا بعمليه الملء الثاني لسد النهضه في الموعد اللي مقرر له واجراء الانتخابات ايضا. ودلوقتي اثيوبيا بتعيش ازمه في اقليم تيجراي شمال اثيوبيا الذي انفجر فيه القتال من نوفمبر الماضي بين المتمردين والحكومه المركزيه. وعبر مجلس الامن الدولي قبل ايام عن قلقه من الوضع الانساني في الاقليم مع تواتر التقارير التي تحدثت عن ارتكاب الجيش الاثيوبي جرائم حرب ضد المدنيين هناك في اقليم تيجراي، وادى القتال الى مقتل الالاف، واجبر مئات الالاف على النزوح من منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة. وتساعد القوات الإريترية المتهمة أيضا بارتكاب مذابح وقتل في تيجراي، يعني أيضا الحكومة الإريترية متهمة في جرائم حرب في إثيوبيا. وعلى الصعيد الإقليمي تعيش علاقات إثيوبيا مع مصر والسودان أزمة بسبب سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا فوق النيل الأزرق، وطبعا تريد اثيوبيا ان تحرم مصر من حقها في مياه النيل، وهذه احلام اثيوبيه لن تحدث على ارض الواقع. ونتذكر كلمه الرئيس السيسي ان مياه مصر خط احمر، واللي عاوز يجرب يجرب، وهنشوف ان شاء الله الايام اللي جايه هتورينا ايه، والاحداث اللي هنشوفها ان شاء الله هتبقى شكلها عامل ازاي، وهنقلها لحضراتكم بالتفاصيل باذن الله. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناه. ويلا ندخل على الخبر التالي، ننتقل لخبر اخر وبيان عاجل من الرئيس السيسي يتحدث عن تحرير سيناء من الكيان الصهيوني وعلاقته بسد النهضة. هربط لحضراتكم العلاقة بسد النهضة. الرئيس السيسي قال ان الحرب لاسترداد سيناء لم تكن غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الاسمى والغاية الكبرى. بمعنى هنا لو فسرنا كلام الرئيس السيسي، هنرى ان الحرب لاسترداد سيناء لم تكن غاية مصر، يعني مصر ما كانتش بتسعى للحرب، بل كان السلام هو الهدف الاسمى والغاية الكبرى. بمعنى لو جينا ربطنا بين انتصار حرب اكتوبر والقضية اللي احنا فيها دلوقتي، هنجد ان الحرب ايضا تفرض علينا الان، يعني احنا لما رجعنا سينا من الكيان الصهيوني وحاربناه وعملنا مفاوضات بعد الحرب،
ده كان مفروض علينا، امر مفروض علينا احنا ما دخلناهوش. فسد النهضة لو دخلنا حرب بسبب هذا السد هيكون حرب مفروضة علينا برضو. ولكن برضو السيسي قال ان احنا بنتفاوض، يعني الرئيس السيسي بيوجه رسالة وبيقول الحرب من اجل السلام. الرئيس السيسي اكد وقال ان سيناء تتمتع بمكانة راسخة في قلوب جميع المصريين، وان يوم تحرير سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري. فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا، بل امتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريا وسياسيا. فلم تكن أبدا الحرب غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى. الرئيس السيسي تابع وقال أن ذكرى استرداد سيناء ذكرى مجيدة تمثل منبعا وتشرح معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء، ومثالا يحتذى به، بمعنى يعني أن الأمن القومي المصري يجب أن نحافظ عليه إذا كان بالحرب أو بالسلام. رئيس السيسي أضاف برضو في خلال الكلمة اللي قالها إن معركة تحرير سيناء درس في الحفاظ على التراب الوطني بالعمل والاجتهاد والعلم وليس بالأماني والشعارات. وضح وقال إنه يؤكد للعالم أجمع ما أثبتته دروس التاريخ من أن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام الساعي للتقدم والازدهار. أنا أرى أن هذه رسالة للكيان الصهيوني ولإثيوبيا الاثنين معا. بيفكر الكيان الصهيوني بهذه الحرب يعني، وبيفكروا بأن احنا انتصرنا عليكم يا كيان يا صهيوني، وأن أثيوبيا مش بعيدة عن قدرتنا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. انتقل لخبر آخر، وبيان ناري مصري حظر التجول في هذه المناطق ننشر لحضراتكم بالتفاصيل. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن فرض حظر التجوال في عدد من المناطق بشمال سيناء، وبحسب القرار الذي نشرته رئاسة الحكومة في الجريدة الرسمية يشمل الحظر المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية. أشار القرار إلى أن حظر التجوال يبدأ من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعارا آخر. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من الساعة الواحدة من صباح أمس الأحد. المصدر معانا كان من بوابة الأهرام. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا، ووردنا منذ قليل الشروط والحالات التي يمكن للشخص الإفطار بسببها. بيان هام من المفتي. أكد مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام أنه يجوز للطلاب المكلفين الإفطار في شهر رمضان ضمن شروط محددة. قال شوقي علام يجوز للطلاب المكلفين الإفطار في شهر رمضان إذا كانوا بيتضرروا بالصوم فيه أو يغلب على ظنهم ذلك بالرسوب أو ضعف المستوى الدراسي، ولم يكن لهم القدرة من الاستمرار في الدراسة أو المذاكرة أو أداء الامتحان في رمضان، بحيث لو استمروا صائمين مع ذلك لضعفوا من مذاكرتهم وأداء امتحانهم التي لا بد لهم منها، فيجوز لهم الفطر في الأيام التي يحتاجون فيها للمذاكرة أو أداء الامتحانات احتياجا لا بد منه، وعليهم قضاء ما أفطروه بعد رمضان عند زوال العذر، بحيث ينوون الصيام ولا يفطرون إلا إذا وقع الضرر الذي يمنع من التحصيل أو الامتحان كالإغماء مثلا أو غيره. وأكمل المفتي ووضح وقال إنه إذا كان المكلف يعمل عملا شاقا لا يستطيع التخلي عنه في نهار رمضان لحاجته أو لحاجة من يعول، ولا يتسنى له تأجيل عمله الشاق لما بعد رمضان أو جعله في لياليه، فإن الصيام لا يجب عليه في أيام رمضان التي يحتاج فيها إلى أن يعمل هذا العمل الشاق في نهاره، من حيث كونه محتاجا إليه في القيام بنفقة نفسه أو نفقة
من عليه نفقتهم، كعمل البنائين والحمالين وأمثالهم، وخاصة من يعملون في الحر الشديد أو لساعات طويلة أو أمام الأفران أو السائقين لمسافات طويلة ومرهقة. وقال إنه يجب على هؤلاء تبييت النية من الليل، ولا يفطرون إلا في اليوم الذي يغلب على ظنهم فيه أنهم يزاولون هذا العمل الشاق الذي يعلمون بالتجربة السابقة أنهم لا يستطيعون معه الصيام. المصدر معنا كم مصراوي، وهذا كان توضيحا من دار الإفتاء المصرية يعني على من يجوز لهم الإفطار في نهار رمضان. طبعا يجب أنهم يقضوا الأيام اللي فطروا فيها بعد رمضان بإذن الله. ننتقل لخبر آخر وهام تفاصيل وفاة أكبر منفذ إعدام في مصر. وتوفي أمس الأحد في مصر مساعد أول شرطة جمال عبد السميع الشهير بعشماوي، أشهر منفذي أحكام الإعدام في مصر، بسبب تعرضه لنوبة قلبية. وتوفي عشماوي بعد 20 عاما قضاها في تنفيذ القصاص شنقا من الجناة. ومن أشهر أحكام الإعدام التي قام بها عشماوي تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الأخوين فرحات، اللذين قاما بتفجير حافلة سياحية أمام المتحف المصري بميدان التحرير، فضلا عن المئات من أحكام الإعدام الأخرى. والجدير بالذكر أن حسين قرني الشهيد بعشماوي قد نفذ 1070 حكم إعدام بمصلحة السجون، يعني رقم كبير جدا، وربنا إن شاء الله يعني يرحمه بإذن الله ويصبر أهله. والمصدر معانا كان من RT. وننتقل لخبر آخر معانا مهم، عاجل أول تعليق من السيسي على حريق مستشفى العزل في العراق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالسيد مصطفى القاضمي رئيس وزراء العراق، حيث عبر سيادته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. ربنا يرحم يا رب الناس اللي ماتوا بسبب حريق مستشفى ابن الخطيب ويصبر أهلهم بإذن الله. وجينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم العبد لله الفقير إسلام الأمير على قناتكم على اليوتيوب باسم مصر ميديا IEB، وعلى الفيسبوك باسم إسلام الأمير مصر ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، نشرة أخبار جديدة، وأنشر دايما لحضراتكم إن شاء الله أهم الأخبار أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.